رجعنا لكم تاني ومتابع كلامنا مع كابتن اكرامي ومباراه وحديث مطول عن مباراه المصري والاهلي. طبعا المباراه كانت مهمه جدا جدا بجميع المقاييس في تاريخ الكره المصريه، كانت عنق زجاجه والحمد لله عدت على خير، الناس راقبتها بشكل او باخر، كل جمهور وكل فرقه كان ليها امنياتها وتمنياتها في هذه المباراه. خلينا نروح النادي المصري وكابتن عمرو دسوقي مدير الكره بالنادي المصري. مساء الخير يا عمرو. كابتن عمرو ازيك يا كابتن حازم؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ كابتن اكرامي اهلا بيك يا عم. واحنا اسفين على اطالتك على التليفون، معلش كنا داخلين على اذان، انا اسف. لا قول لي يا عمرو، يعني يمكن انتوا لسه مسلمين المهمه قريب وفجاه بعد ماتشين بتلاقي مباراه الاهلي مباراه مرتقبه مباراه مهمه، اهلت اللعيبه ازاي؟ اللعيبه كانت عامله ازاي؟ يعني قول لي احساسكم بالمباراه كان عامل ايه قبل واثناء وما بعد المباراه. والله كابتن حازم حضرتك عارف الاجواء بتاعت مباراه الاهلي، طبعا احنا استلمنا المهمه طبعا ماتش ام بي وماتش الشرطه. طبعا الوضع كان صعب جدا الفتره اللي فاتت، هزايم ورا بعض، اربع ماتشات ورا بعض، فطبعا كنت لازم تخرج باللعيبه نفسيا من الاطار اللي هم فيه. فالحمد لله احنا اشتغلنا كويس مع اللعيبه وبدانا نظبط الامور ديت وحاولنا نعالج السلبيات اللي في اللعيبه، وخصوصا نشتغل شغل جامد جدا مع اللعيبه. الحمد لله قدرنا نطلع بالمرحله اللي احنا فيها ديت. وطبعا قابلنا طبعا مباراه الاهلي، وانت عارف تحضيرات مباراه الاهلي طبعا بالنسبه لبورسعيد بتبقى عامله ازاي، وانت يمكن تابعت مباراه الاهلي والزمالك بتبقى يعني في كده استعدادات قويه جدا بالنسبه للماتشات الكبيره دي. فطبعا بدانا نشتغل ونفسيا مع اللعيبه، وطبعا انت عارف ان الفتره اللي فاتت كان الامور كانت شائكه وفي احتقان، وبدانا نشتغل على ان احنا نبقى نظبط اللعيبه بحيث ان الوضع يطلع بروح رياضيه عاليه ما بين بورسعيد وجمهور النادي الاهلي، والحمد لله قدرنا ان احنا ننجح ان احنا نوصل الرساله ديت للاعبتنا. واعتقد ان النهارده الحمد لله اليوم يعني طلع الناس كلها راضيه عليه، ويا رب بس نعدي المرحله اللي احنا فيها. يعني كان في مثلا لو لعيبه متحمسه كنتوا بتهدوهم شويه، كنتوا في تعليمات مش فنيه قبل الماتش عن الماتش ده بالذات؟ الماتش ده يعني ليه حسابات اخرى مش ثلاث نقاط فقط يا عمرو. والله طبعا يا كابتن حازم انا اشتغلت مع اللعيبه ان احنا نبقى داخل الملعب داخل المستطيل اكتر، خصوصا ان اي يعني اي اشكال وضع ضغط بالنسبه للعيبه خارج الملعب احنا مالناش دعوه بيه. واعتقد ان في لعيبه خبره كبيره زي محمود عبد الحكيم عاشور، الناس دي بدات يعني ناس كبيره، طبعا احمد سمير، طبعا الناس دي بدات تلم الفرقه وبدات تظبط الدنيا على اساس ان احنا الوضع شائك جدا ومحتاجين ان احنا كنا نخرج من النقطه يمكن السوداء اللي احنا مش عايز اقول سوداء، احنا عايزين نتخطاها في الدوري المصري. والحمد لله النهارده كانت يعني مرحله كويسه وبدايه انطلاقه للدوري، ويا رب يعني يزيل الاحتقانات ما بيننا وما بين بعض في كل الاجواء. بشكرك يا عم، شكرا جزيلا ومبروك على النقطه، اكيد يعني مهمه من النادي الاهلي نادي الكبير تكسب نقطه منه، اكيد حاجه مهمه جدا. شكرا عمرو دسوقي مدير الكره بالنادي الاهلي بالنادي المصري، سوري بوصل حاجه بشوف الاهلي اصلا. الاهلي النهارده تقييمك، هل تقييم النهارده مختلف عن اي تقييم لان المباراه دي ليها ظروف اخرى، ولا شايف ان ده ماتش ثلاث نقاط لازم يقيم جريده ويقيم اللاعبين كما يجب ان يكون؟ لا طبعا زي ما قلت لك ان النتيجه للظروف اللي كانت لعيبه النادي الاهلي بتعيشها الفتره اللي فاتت والضغوط العصبيه والنفسيه اللي عليها، فقلت لك انا بشفق عليهم من المباراه دي، فما اقدرش ان انا اقيمهم او اقول قد ولا ما قدوش بالصورة المطلوبة نتيجة للظروف اللي فاتت، وبعدين ظروف الملعب بتاع الجونة والهواء وأرضية الملعب. يعني حتى اللعيبة كانت اشتكت الأسبوع اللي فات من أرضية لما كانوا بيلعبوا الجونة هناك وأرضية الملعب والهواء والكلام ده، فكل العوامل ديت أو كل الظروف المحيطة بفرقة النادي الأهلي صعب إن احنا نحطهم في الميزان النهاردة، صعب يعني يبقى في ظلم ليهم لو حطيناهم في الميزان. مع ان جمهور الاهلي كان نفسه النهارده الاهلي، في ناس مش عايزه الاهلي يلعب كان، لكن كان الناس نفسها الاهلي يكسب النهارده، وكان عندها امل كبير ان الاهلي يكسب، لمجرد انه يكسب المصري، انه يكسب الثلاث نقاط، انه يكمل على الصداره. يعني الموضوع برضه الاهلي لازم جماهيره الاهلي يكسب على طول. ايوه، ما انا كنت اتمنى ان احنا نكسب، لكن انا عشان كنت متوقع يعني حاسس باللعيبه وحاسس بالظروف اللي هم بيعيشوها والتوتر اللي هم فيه، فانا لا يعني ما انا كان نفسي نكسب، لكن ما اقدرش. كنت متوقع الاداء ان الماتش يطلع تعادل يا كابتن؟ لا خالص، خالص يعني
يعني برضو حتة النفسية بتاعت لعيبة النادي الأهلي النهاردة كانت صعبة قوي عليهم. ألعب ملعبش، ضغوط، أرض وحشة، هوا، ظروف بنمر بيها، الحاجات دي كلها لا كانت صعبة جدا على لعيبة النادي الأهلي النهاردة. يعني أنا الحمد لله إن شريف مش موجود، يعني هو نفسيا محطم من الموضوع دوت. حتى لو اللعيبه الثانيه دي 9 لعيبه ما لعبوش الماتش، ما حسوش الاجواء دي خالص، برضه ينزلوا بنفس الاحساس ده؟ لان النهارده حتى لو انت يعني لو انت في وضعك دوت ما حضرتش، لكن الكلام اللي حواليك والظروف اللي حواليك وانت موجود مع الفرقه هيأثر عليك، وخصوصا ان في عندك النهارده في حوالي 4 5 لعيبه صغيرين فبيتأثروا، وخصوصا لما تبص تلاقي اسر شهداء بتيجي وبتقابل اللعيبه وبتتكلم معاها والحاجات دي كلها طبعا. وخصوصا اولاد صغيرين يعني يمكن عماد متعب وحسام غالي الكبار يقدروا يتحكموا في عواطفهم او يتحكموا في اعصابهم، لكن الاولاد الصغيرين صعب شويه. صعب. طب رايك يا كابتن في اداء الحارسين النهارده؟ محمد عواد يمكن اول مباراه ليه مع المصري بعد انتقاله من الاسماعيلي، مسعد عوض، رايك في مسعد عوض؟ بيمسك كوره كتير تحت رجله، يعني شايفه ازاي برضه؟ والله بص، مسعد عايز يثبت للناس ان هو حارس كويس، وعايز يثبت للناس ان هو عنده ثقه في نفسه، فبيأدي بالشكل دوت، لكن انا بقولها له اللي انت بتلعب بيه مسعد دوت ما ينفعش، لان ممكن في لحظة من اللحظات كرة من الكور ديت يحصل فيها دروب بالنسبة لك، يبقى فيها مشكلة بالنسبة لك. ويمكن عامل زي نوير شوية، بيحب يلعب كورة. لا نوير يعني ما بياخدوه بقى مسهل بالنسبة له، كل واحد على قده بقى. طب لما اوصل بس خبرة نوير ما ابتداش كده فعلا في الشالكة، ما كانش كده خالص، استحالة يعني الكرة بتجيله بيروح بيشيل مرة واحدة صح، لكن بعد ما خد الثقة بقى والخبرة والحاجات دي كلها فبيعرف، وخصوصا ان الملاعب هناك تختلف عن الملعب عندنا، بساط، ده بساط اخضر يعني لو عملت الكره كده مطرح ما انا عايز اوديها هتروح، لكن النهارده وانا بعمل الكره كده تقف تحت رجليا. انا شايف ان هو بيجازف مسعد بالموضوع ده الى حد. بالنسبه لمحمد عواد، انا قلت رايي في محمد عواد من زمان، هو بيلعب في النادي المصري، حارس كويس قوي، امكانياته الجسمانيه والفنيه كويسه قوي، وهيكون لي باع ان شاء الله في الكره المصريه وفي حراسه مرمى. عمل واحده حلوه قوي اللي مسكها بايد واحده دي يا كابتن الشوط الثاني. لا دي برضه دي ملحوظه عليه يعني، دي والله طبعا شكلها حلو. ايه هي شكلها حلو سينمائي، لكن هو ما كانش قصدها كده. ده هي وقفت معاه والله، يعني هو ما كانش قصدها ان هو يقفها كده. يعني لو تتذكر نرجع بالذاكره شويه، كان اللي بيعمل الكلام ده مين؟ بيل انطوان. انطوان بيل صح، كان بس ما كان بيعملها هو قاصد، بيبقى رايح يعني. هو بيل انطوان ما شاء الله كان كف ايده وصوابعه كانت ما شاء الله، فكان بيقصدها. لكن محمد عواد النهارده مش قصد الكره دي، ده هي وقفت مع وقفت معاه خلاص. لكن حارس كويس، انا قلت قبل كده انه حارس كويس، وهيكون ليه ان شاء الله شان في حراسه مرمى مصر كلها، مصر باذن الله، وخصوصا انه صغير في السن يعني. طب النهارده كان في مجلس اداره النادي الاهلي ما راحش، وفوجئنا بكابتن طاهر وجيت هو اللي بينزل يسلم على اللعيبه، انت شايف ايه يعني اشمعنى؟ انا ولا فوجئت بالكابتن طاهر؟ انا فوجئت طبعا، انا يعني انا شايف الموقف ازاي، ما هو كابتن طاهر ابن النادي الاهلي برضه وراح لا بس هو مش رايح بصفته طبعا، لا ما هو طبعا مش صفته، لا انا اللي انا مستغرب له يعني. مش وزير ولا حاجه، هو راجل رايح يعني. ايوه طب ينزل يسلم ليه؟ انا بس ما ده اللي انا مستغرب له يعني، هل طاهر كان ممكن عايز يكسر الحده مثلا ان هو من النادي الاهلي ورايح يسلم، يعني شايفها ازاي؟ يعني هل لو هو قصدها كده خلاص ان هو من النادي الاهلي ورايح الله عشان يكسر؟ انا ما اعرفش، انا لا لا يعني ما انا هرد على كلامك برضه. لو هو قصد ان هو يعمل حاجه زي كده خلاص، يبقى بيوجه رساله لمجلس اداره النادي الاهلي، وده مش صح. مش صح ان هو يوجه رساله؟ طبعا. يعني انا يعني اذا كان هو رايح او نازل بيسلم على اللعيبه بصفته كان وزير سابق اثناء الاحداث، ممكن على ما اعتقد انه ما كانش هو، ما انا لسه هرد عليه. ما كانش هو اللي موجود في الوزاره ساعتها، رايح بصفه صديق، ما هو تم في اصدقاء كتير قاعدين في المقصور.
يعني ممكن رايح بصفه انه مبسوط بالحدث ومبسوط الاهلي هيرجع يلعب المصري تاني وعايز يكون مشارك في الحدث. هو طار شخصيه عامه شخصيه عامه وكل حاجه. لكن كان في شخصيات عامه كتير موجودين في المقصوره. يعني كان انت كلهم تفسيرك ايه يا كابتن طارق؟ نعم تفسيرك مش عارف إيه؟ ما اقدرش افسرها باي شيء. لان النهارده برضو المواقع كتبت ان مجلس اداره النادي الاهلي هيقاطع المباراه ومش هيروح. خلاص حد راح وانا سمعت من يومين ان مجلس اداره النادي الاهلي ما ناقش الكلام ده في الاجتماع. بس ما حدش راح. طيب مباراه الاهلي والجونه الاسبوع اللي فات كان في حد مجلس اداره النادي الاهلي؟ لا مش عارف ما اعتقدش. ما كانش في حد او على ما يمكن الحاج محمد ابو هاب يمكن ممكن انا ما اعرفش مش عارف خلاص. مش عايز افتي بصراحه لكن بس انا اعرف دلوقتي محمد يجيب لنا محمد بداش لكن ما كانش موجود في مباراه الجونه. يعني شفنا حضرتك ان الموضوع ما اتخذش قرار ان احنا مش هنروح. هو الطبيعي حسب ممكن حسب معلوماتي ممكن يكون بس انا حسب معلوماتي ان 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 ان, إن ما اتخذش قرار بان هم ما يروحوش الجونه. يعني يمكن راحوا قبل كده طيب. الجونه بس كان في مباراه كان متهيألي كان محمود طاهر ممكن كمان كان هو في ماتش الجونه ده فكابتن متهيألي يعني زمايلنا بيقول. لكن خلينا نروح للكابتن طاهر ابو زيد بنفسه هو معانا على التليفون وحيين بقالنا كتير ما سمعناش صوته. مساء الخير يا كابتن مصر. اهلا مساء الخير حازم. مساء الخير ازيك؟ ازي حضرتك كابتن مصر ومعانا كابتننا الكبير كابتن كابتن اكرامي معانا بيسلم على حضرتك. اهلا اهلا يا كابتن. ازيك يا حبيبي كابتن اكرامي العظيم؟ ازيك؟ ازيك كل سنه وانت طيب يا حبيبي. افريقيا يا كابتن طيب يا رب يكون شريف. خلاص قرب بقى ينورنا في الملاعب ان شاء الله يا حبيبي باذن الله. ان شاء الله يا رب. كابتن مصر يعني الاول بنحييك والنهارده اللقطه بتاعت حياتك يعني فوجئنا كلنا بالكابتن طاهر مع في ملعب المباراه بيسلم على اللعيبه بينزل. حياتك كان ايه الغرض من هذا الموضوع؟ لان حاجه كانت يعني مفاجاه بالنسبه لنا شويه. لا مش مفاجاه ولا حاجه يا كابتن حازم. انت عارف مصر مرت بسنين عجاف خلال الفترة اللي فاتت. يعني أصعب سنوات عاشتها مصر في تاريخها من 25 يناير ل 30 يونيو. واللي حصل فيها إن تم خلط لكل الأوراق في الحقيقة، أوراق المجتمع كله بما فيها الوسط الرياضي. يعني كان في حالة فوضى سياسية وأمنية وتدخلات، يعني مرحلة كانت صعبة جدا. إحنا النهاردة الماتش ده هو إذا بقولوا إيه كان إنهاء لهذه المرحلة على المستوى الرياضي. وبدايه عايز اقول بدايه حقيقيه للاستقرار. يعني بيقفل السنوات اللي فاتت. تمام. والحمد لله ان المباراه خرجت كما توقعنا. وما فرقش حتى مين يكسب مين يتعادل. أكيد. المهم ان يعني تكون هناك بدايه حقيقيه لمرحله جديده في عمر بلدنا. لكن حضرتك اي واحد بيحب البلد دي كان هيعمل اللي انا عمله مش اكتر. يعني قصدي حضرتك كنت تقصد يعني حضرتك سافرت مخصوص ما كنتش موجود بالصدفه هناك. انت حضرتك رايح؟ انا سافر النهارده وراجع كمان ساعات لان انا جاي مخصوص عشان المباراه. فعلا لهذا طبعا. الهدف. والله انا بحييك بحييك يا كابتن طاهر تحيه كبيره. لا ده امر طبيعي اعتقد لو اي رياضي مكاني يعني وظروفه بتسمح كان عمل كده. طب انت شايف يا كابتن اللقاء ده خلاص بقى الدنيا هتعدي ان شاء الله تبقى بدايه لعوده الكره المصريه كما كانت قبل 2011 او 2010؟ بنتمنى كلنا كده يا كابتن حسن ان شاء الله. انت حضرتك شايف كده هتبقى خلاص الدنيا يعني باذن الله؟ انا بقول بنتمنى ان شاء الله. ليه لا؟ النهارده الجو كان رائع. اللعيبه كلها خارجه في جو ودي يعني في الحقيقه لم تخرج المباراه عن النص. الفريقين ادوا كمان اداء مش مرتبك، يعني الاثنين ادوا اداء فني انا في رايي ان من احسن المباريات اللي شفتها الموسم ده برغم ظروف الملعب مختلفه وظروف تغيير الرياح اللي بتتغير من وقت للتاني، ظروف البروده القاسيه جدا على اللاعبين، انما في الحقيقه كلهم كانوا على مستوى المسؤوليه، حاجه تفرح يعني باذن الله. مشكور كابتن طاهر، شكرا جزيلا ووحشنا كتير يا كابتن. باذن الله. شكرا كابتن مصر. يعني زي ما قلت لحضرتك هي مبادره من كابتن طاهر شخصيه لان هي انهاء بقى الخلافات وانهاء الكره المصريه حقيقيه ان شاء الله يعني. يا رب يا رب. اتمنى طبعا انها تكون دي فتحه خير ان شاء الله، ان الامور ترجع لنصابها تاني ان شاء الله والامور تستقر في البلد. ونرتاح كلنا بقى يعني بعد الظروف العصيبه اللي احنا عشناها الفتره اللي موضوع مجلس الاداره ده لا مش شايف ان هو مهم حد يروح. لا 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 خالص. خالص خالص يعني انا في رايي في ماتش حساس زي ده بالذات خالص. وممكن يعني لو كان المهندس محمود طاهر كان في مباراه الجونه ممكن يكون بدعوه شخصيه من هو برضه بيروح الجونه كتير المهندس محمود طاهر يعني. اعتقد عنده يعني بيروح كتير بيروح يعني. كتير يعني لكن في رايي انها مش مقصوده خالص
خالص ان اقاطع ومش اقاطع يعني. مش شايف ان هم مثلا اتعرضوا لضغط من برضه من الناس، فبالتالي هم كمجلس بياخدوا اكشن، احنا مش رايحين الماتش عشان احنا بس، احنا الماتش بنلعبه لانها لوايح يعني. مش شايف الموضوع كده خالص يعني. هل انا انا متعاطف مع اهالي ضغوط برضه عليهم خلاص. هل عدم مروحي لمباراه ده تعبير عن ان انا بشاركهم يعني؟ لا لا، ملهاش علاقة خالص يعني. الأمن، الترتيبات الأمنية، شايف النهاردة كانت طبعا كويسة جدا. أنا بحيي طبعا اللواء حمدي جزار مدير أمن، مدير أمن الجونة، مدير أمن البحر الأحمر. مدير أمن البحر الأحمر. أنا بحيي طبعا، وأنا شايف إن الراجل دوت فعلا اتحمل ضغوط كتيرة جدا، مش النهاردة